مخلل قلب الكوسة، مخلل مختلف طعمه جميل جدا من قلب الكوسة اللي بيترمي، ما ترمهوش تاني. طبعا النهاردة الجمعة، كل الناس عاملين محشي، ففرصة نعمل المخلل الحلو الجميل ده. ده قلب الكوسة، القلب ده الحتة اللي بتكون على بعضها جوه، يعني الحاجات الرفيعة ما تعملوهاش. بنضيف عليها نص معلقة صغيرة ملح، طبعا بنحطه في مصفى ونسيبه شوية عشان يصفي السوائل اللي فيه أو المية الزيادة اللي فيه، يعني حوالي 5 دقايق فقط. هنجيب طبق ونحط فيه معلقتين كبار من الخل، وعليهم حوالي 3 أو 4 معالق كبار من الزيت، ونعصر عليهم نص ليمونة. هنضيف عليهم كمان نص معلقة صغيرة من البابريكا، ولو حابين نحط شطة كمان نحط، وكمان معلقة صغيرة من هريسة الفلفل الأحمر. هتلاقوا طريقتها في الوصف تحت الفيديو ده. وكمان هنضيف حوالي 1/4 معلقة صغيرة سكر، وكمان هنزود شوية ملح على الخلطة دي، حوالي 1/4 معلقة صغيرة أو 1/2 معلقة صغيرة حسب طبعا كمية الكوسة. ونقلب المكونات دي مع بعض، بعد كده نضيف عليهم قلب الكوسة ونقلبه كويس مع المكونات دي. دلوقتي هنجيب بطرمان، البطرمان مغسول بمية سخنة وناشف تماما من المية، ونحط فيه قلب الكوسة. بعد كده السوائل اللي بتتبقى كمان نفضيها في البطرمان على الكوسة، ونغطي البطرمان كويس وندخله التلاجة لمدة ليلة كاملة. وده شكل المخلل بعد ما خلص. ده تاني يوم، شايفين شكله حلو جدا ازاي، وطعمه كمان جميل جدا. لو جربتوه هتعملوه دايما ومش هتستغنوا عنه ابدا، طعمه فعلا مميز جدا وجميل. اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم وتجربوها، وبالهنا والشفا مقدما. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الوصفات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.